امتى؟ كل ما نقول شكرا وقبل ما نقول وداعا. احنا كان عندنا 3 ايام بيض اللي هي ايام القمر دي بالظبط، اكتمال القمر ده برج الدلو، القمر في الدلو، اكتمال القمر في الدلو معاكس مين ومقاوي مين سريعا؟ اكتمال القمر في الدلو كان امبارح يوم 1 اغسطس. هو العذراء يخلي بالهم من صحته قوي، مفيده عذراء ثم عذراء ثم عذراء، بيعاكس العذراء في الصحه. يا جماعه كل العذرائيين اللي بيسمعوني قوي، منعتكم ناموا كويس، كله غذاء صحي، جات لي انا عايزه اقول لك انا بقالي 10 ايام نازله شعبيه حد. ما هو بيبقى قبلها باسبوع وبعدها باسبوعين، فلسه عندك اسبوعين العذراء محتاج تاني. تاني حاجه الاسد في علاقاته يخلي باله، لان هو مواجه للاسد في الدائره الفلكيه، خلي بالك ما تخش قرار طلاق او انفصال. في والاسد في العلاقات العاطفيه، والتور يخلي باله برضو، لان في علاقات الصحه والعلاقات والكلام الكتير. وما تصدقش اي حاجه تدخل في حياتك الفتره دي، بلاش علاقات عشوائيه غير مدروسه، يعني برضو التور يخلي يعني باله. يعني الثلاث ابراج دول متعكسين، في مشاكل في العيله شويه عند التور في العيله، متعكسين. لا يعني خناقات في العيله، يعني ممكن التور يدخل في خناقه، ممكن بيتخانقوا على ميراث، على تقسيم حاجة، خلافات، تصرفك مش عاجبني، ابن أخ أم بنت، يعني التور مع حد في عيلته، خطيبه خطيبته زوجته مراته. إذن الثلاث أبراج اللي نقول ليهم استراحة محارب هم العذراء، الأسد، التور. التور. طب إيه الأبراج المدعومة؟ المدعومه ماليا السرطان، في فلوس يا سوسو حلوه جدا. انا كل مره بسمعك وبحس ان هي طول الوقت بقى في انتظار. يا سوسو ما تلاقيش حاجه والله، كل شويه بتقول كده. بتغزل عين يا سوسو؟ ايه؟ يا ريت. لا هو السرطان عنده انفراجه ماليه، ده حقيقي. عنده حاجات هتسدد بيها حاجات، يعني انفراجه هتخفف الضغوط الماليه اللي قعدت فتره عند السرطان، فعندك انفراجات ماليه للسرطان. انا شايفه كمان ان شمس الاسد داعمه جدا جدا للابراج الناريه، الحمل رائع الفتره دي. عند الحمل خطوات وحاجات جديدة بتتفتح حلوة قوي. عند القوس، القوس عنده برضو حالة من الفوقان، هيخف من حاجات كانت يعني تعبانة. خلينا الأسبوع اللي جاي نبتدي بالحاجات دي، علشان أنا لازم أجري عشان هم عمالين يصوتوا، فاقول ان احنا هنقف لغايه هنا، وعلى ان احنا نكمل الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. بشكرك، ميرسي جدا يا هاله، نورتينا وشرفتينا. سهير ميرسي يا هاله، اسعدتينا ونورتينا، ودايما دايما هتوحشونا خميس جمعه سبت، ولو ان بكره الاعاده الساعه 9، لكن نشوفكم السبت على خير ان شاء الله الستات على النهار. تحياتي لحضراتكم، وعلى وعد ان شاء الله نلتقي بيكم يوم السبت الجاي الساعة 3 بالظبط على الهواء مباشرة والستات.